فسيبكاي غادي يواجه الجيش الألماني، غادي يدير مجهودات كبيرة باش يحاول ينفذ هاد الأوامر، حتى غادي يلقى راسو مطوق من طرف الدبابات ديال الألمان، وغادي يتقاس بواحد الرصاصة في الرجل ديالو اليمنى، غادي يطيح. منين غادي يطيح غادي يجي واحد جوج جنود فرنسيين اللي غادي يحاولوا باش يساعدوه باش يجروه، غادي حتى هما يطيحوا غادي يموتوا امامه. غادي يتم الاغتيال ديالو حسب القول ديال الزوجة ديالو القايدة تاما، داك الوقت كانوا كيسميوها القايدة تاما، كتحكي ان غادي يتم الاغتيال في الصباح بكري من طرف مجموعة ديال الرجال. البعض منهم كانوا كيهضروا بالفرنسية، ولكن اللي كان غادي يكون سيلبكيك في ذاك الوقت كان عنده 7 سنين، وكان غادي يكون آخر مرة فين غادي يشوف الوالد ديالو. لحد الآن ما كانش تفسير مضبوط ديال لماذا هذا الاغتيال. كاين احتمالات ان غادي يتخرجوا بالمسيل، لان كجميع الاطفال ديال داك الوقت كان كيمشي للمسيد وكان كيهضر يتعلم العربيه، وهو كان يهضر الشلحه الامازيغيه لان الوالد ديالو امازيغي، والعربيه لان الوالده ديالو كانت عربيه. فغادي تخرجوا من المسيد وغادي تسجلوا في المدرسه ديال داك الوقت كانوا عاد كتفتحات في بركان من طرف الحمايه، في مدرسه اللي غادي يكون في بالنسبه لي السلبكاي اول لقاء مع اللغه الفرنسيه والثقافه الفرنسيه. نرحب بك الأستاذة نعيمة الهبيل. أنت طبعا نجلة سيبكاي الهبيل، أول وزير أول في المغرب المستقل. صدر لك كتاب بعنوان من هو السيبكاي؟ هذه فرصة تقربينا من الكتاب اللي كتبتي، ونبداو بالخصوص بالعائلة ديال البكاي. فين تولد السي البكاي وفي أي عائلة؟ شكرا سي ناصري، شكرا الاستضافة. السي البكاي تولد في بركان في 1907، في عائلة ديال ولاد الهبيل اللي كانت كتنتمي للقبيلة ديال بني زناسن، والوالد ديالو مبارك ولد الهبيل كان هو في ذاك الوقت القايد ديال القبيلة. معناه هو تولد في عائلة ديال القياد. المجموعة ديال الأشخاص ديال العائلة ديال الهبيل كانت في القيادة ديال القبيلة ديال بني زناسن، صحيح. 1907 طبعا الفرنسيين غادي يهاجموا من جهة الشرق من جهة وجدة، وغادي يهاجموا أيضا من جهة الغرب من الدار البيضاء. الهجوم الفرنسي لاشك وصل المنطقة ديال ولاد الهبيل، أشنو كان رد فعل القيد مبارك الهبيل في مواجهة الفرنسيين؟ صحيح، في 1000 بالضبط العام فين غادي يخلق السي البكاي غادي يكون الهجوم ديال الجيش الفرنسي في المنطقة ديال النواحي ديال وجدة، والقبيلة ديال بني زناسن الوالد ديال السي البكاي مادام أن كان مترأس القبيلة ديال بني زناسن مع القبائل الأخرى حاولوا ما أمكن أنهم يواجهوا هذا الهجوم ديال الجيش الفرنسي.
ولكن مع الأسف الجيش الفرنسي كان أقوى وكان كيستعمل وسائل بشعة. فتقريبا العام فين غادي خلق السي البكاي، سي الوالد ديالو القائد مبارك ولد الهبيل اضطر باش يستسلم وباش يحط السلاح، وفي ديسمبر 1907، وجوج الاسابيع من بعد الجيش الفرنسي غادي يطلع للمعقل ديال القبيله ديال بني زناشن اللي هو جبل تافوغالت، وتما غادي يدقوا العلم ديال المغرب، وربما هو اول علم فرنسي اللي كان في المغرب. لكن مبارك ولد الهبيل فيما بعد غادي يموت في ظروف غامضه، لربما في 1914. تماما في 1914 غادي يتم الاغتيال ديالو من قلب الدار ديالو. فحسب القول ديال الزوجه ديالو القايده تاما، داك الوقت كانوا كيسميوها القايده تاما، كتحكي ان غادي يتم الاغتيال في الصباح بكري من طرف مجموعه ديال الرجال. البعض منهم كانوا كيهضروا بالفرنسيه، ولكن اللي كان غادي يكون السي البكاي في ذاك الوقت كان عنده 7 سنين، وكان غادي يكون اخر مره فين غادي يشوف الوالد ديالو. لحد الان ما كاينش تفسير مضبوط ديال لماذا هذا الاغتيال. كاين احتمالات، كاين الاحتمال ان ربما القايد ولد الهبيل كان عاد كيرجع مشي سفر من طنجة، وكان إشاعات أن ربما كان كيهيئ راسو باش يعاود يشري السلاح، ربما لأن كانت في 1914 كانت حرب، أول حرب عالمية في بالنسبة لفرنسا، وربما كان بالنسبة لهم بغاو يديروا بحال مثال، لأن في ذاك الوقت في 1914 كان يلاه بدات رسميا الحماية في المغرب، لأن التوقيع كان في فاس في 1912، وكنظن بالنسبة لهم كانوا بحال إلا باغيين كي كنقولوا بالفرنسية لا باسيفيكاسيون ديال المغرب مازال ما كانتش تمات، كنظن كانوا بحال إلا باغيين يديروا ان اكزومبل بالنسبة للقبائل. إذن مات مبارك ولد الهبيل في هذه الظروف اللي تكلمتي لنا عليها، غادي يبقى السي البكاي، معناه الولد ديالو الصغير اللي غير تربيه الوالدة ديالو. في الكتاب ديالك من هو السي البكاي كتكلمي على هذه الشخصية ديال القايدة الطام اللي طبعا غير تربي السي البكاي، كتقولي واحد الشخصية استثنائية، مثلا كتلبس جلابة ديال الرجال وتمشي للأسواق كذا، يمكن تقربينا شي شوية من القايدة الطام؟ ألوغ الاسم ديالها هي تاما، القايدة تاما، إي بعد الاغتيال ديال رجلها مشات للسجن في وجدة عدة مرات هي والعائلة والقبيلة باش يحاولوا يفهموا شنو وقع، ولكن دون جدوى. فبعد واحد المدة فهمت أن غادي أن بلا شك مات، إي كانت شخصيتها متميزة لأن عوض ما تمشي مثلا تعيش في الدار ديال في تافوغات مع العائله ديال ولاد الهبيل ديال الزوج ديالها، او مع العائله ديال الاب ديالها، خدات القرار انها غادي تبقى في الضيعه ديالها اللي كانت صغيوره، وان هي اللي غادي تبقى تكلف انها تمشي كي قلتي للسوق، كتمشي بوجهها الوجه ديالها مكشوف في واحد الوقت فين في ذاك المنطقة كانت منطقة محافظة،
وان النساء كانوا ما كيخرجوش للمجال العام، ومني كيخرجوا كيكونوا لابسين الحيك. يالله واحد العوينه اللي كتبان هي كانت كتجول بحريه، كانت كتمشي للسوق، كانت كتعامل مع الا كان عندها خماس كتعامل معاه، الا كان عندها مشكل غتمشي تهضر وجه لوجه مع القاضي. فمن بعد واحد المده الناس ديال المنطقه غادي بداو خرقوا هذا الاسم اللي هو مؤنث ديال القايد. بالنسبه لي هذا رمز ديال بالنسبه لي لهم الاعجاب بالنسبه للشخصيه قويه ديال هاد السيده، شخصيه قويه اللي كانت كتفعل كتصرف بشكل حر. و غادي منين سبكي غادي يكون عنده 13 عام في 1920 غادي تاخذ واحد القرار اللي هو غريب بالنسبه لي، هو ان خدات القرار ان غادي تخرجوا بالمسيد، لان كجميع الاطفال ديال داك الوقت كان كيمشي المسيد وكان كيهضر يتعلم العربيه، وهو كان يهضر الشلحه الامازيغيه لان الوالد ديالو امازيغي، والعربيه لان الوالده ديالو كانت عربيه. فغادي تخرجوا من المسيد وغادي تسجلوا في المدرسه ديال داك الوقت كانوا عاد كتفتحات في بركان من طرف الحمايه، في مدرسه اللي غادي يكون بالنسبه لي السي البكاي اول لقاء مع اللغه الفرنسيه والثقافه الفرنسيه. اذا السي البكاي غادي يدرس مدرسه ابناء الاعيان، فيما بعد غادي يلتحق مدرسة الدار البيضاء مكناس اللي كانت كتخرج الضباط، وغادي يتخرج ضابط اللي غادي يشتغل في الجيش الفرنسي. طبعا بعد مراحل في مساره غادي تجي الحرب العالمية الثانية، معناها 1939، وغادي يمشي السي البكاي لفرنسا ضمن طبعا القوات الفرنسية. هذه محطة مهمة طبعا في مسار السي البكاي. ماذا جرى له في الحرب العالمية الثانية؟ قبل ما نجاوب لهذا السؤال بغيت نأكد على المسألة ديال التكوين ديالو منين تخرج من طرف المدرسة ديال دار البيضاء في مكناس. تخرج كضابط، كملازم مساعد سوليوتنو. ف هاد الفترة حتى الفترة ديال التكوين ديالو في الدار البيضاء فترة اللي بالنسبة ليا حاسمة، لان غادي حسب الوثائق اللي جمعت حسب لو ليفري ميليتير ديالو كان لاحظوا ان اللي دخل هذه المدرسه كان عنده 19 عام، وفي 19 عام الاساتذه ديالو كيشاهدوا ان الشخصيه ديالو شخصيه بارزه، وان كانت عنده صفه وتصرف ديال قائد، وغادي يخرج هو الاول في الدفعه ديالو، غادي يخرج الاول وبملاحظات متكرره اللي كتلح على المساله ان هذا الشخص كانت عنده واحد ثقافه اللي خارقه للعاده. ف السي البكاي كانت منذ الطفوله ديالو غادي يبرهن الميول ديالو للقراءة والثقافة. فإلا بغيت نرجع للمسألة ديال الحرب العالمية الثانية، غادي يمشي مع التكنة ديالو، التكنة ديال السبيحية، لأن هو كان شيف ديسكادرون
كان ليوتنون. مع هذه المجموعه غمشاو للشمال ديال فرنسا وغادي يكونوا هما مع المجموعه ديال الاولى ديال ربما ماشي الاولى من اوائل ديال الجيش الفرنسي اللي غادي يواجهوا الجيش الالماني. فهاد لو كومبا المعركه اللي غادي يشارك فيها السي بكاي غادي تكون كارثه، غادي تكون كارثه بالنسبه للسي بكاي وبالنسبه للمجموعه اللي كانت معاه وبالنسبه لفرنسا، لان هاد المعركه غادي تؤدي الفشل ديال فرنسا وغادي تؤدي للارميستيس. فالسي بكاي بالنسبه للمشاركه ديالو في الحرب، عندي واحد الفصل اللي كي في الكتاب اللي كي يحكي بتفصيل تقريبا الى بغيتي تقول يوم بعد يوم ساعه بعد ساعه، لان كنت عثرت على مجموعه ديال المقالات، مقال ديال السي بكاي، رسالات ديال السي بكاي، رسالات ديال جنود اخرين اللي كيحكيو على هاد الفتره اللي هو شارك فيها في الحرب، بدرجه ان بحال الا هاد الفصل كتبناه بجوج بينا، لان انا كان نطرح عليه السؤال هو كيجاوب، بدرجه انني خديت القرار انني ما نديرش لي بوين بين المزدوجتين. لان تقريبا كان بحال الا نقاش معاه، فكانت صدمه، لان هو منين شارك في الحرب كان فخور، كان فخور ان يمشي يعزز الموقف ديال ضد النازيين، كان فخور لان السلطان سيدي محمد بن يوسف كان حتى هو خدا موقف ودار تصريح اللي مباشره بعد اعلان دخول فرنسا في الحرب، ان في هذه الحاله ديال المحنه ديال فرنسا خص المغاربه وقفوا في جانب فرنسا. ف وفي الاعتقاد ديال السي بكاي، وكنظن كان هذا اعتقاد اللي عند مجموعه ديال الناس، ان الجيش الفرنسي كان هو اقوى جيش في العالم، ولكن غادي يتم الانهيار ديالو بواحد السرعه اللي كانت ما منتظراش. فالسي بكاي غادي يلقى غادي، لان الجيش الفرنسي كنظن ما كانش مهيئ ان الجيش الالماني عنده هذه القوه. ف لو كوموندمون ديال القياده ديال الجيش الفرنسي، الاوامر اللي تعطات للسي بكاي والمجموعه اللي كان معاهم، هو ان الصمود لأجل الصمود أمام الجيش الألماني، انتظارا أنهم يحاولوا يعزوا الصفوف ديالهم. فالسي بكاي غادي يواجه الجيش الألماني، غادي يدير مجهودات كبيرة باش يحاول ينفذ هذه الأوامر، حتى غادي يلقى راسو مطوق من طرف الدبابات ديال الألمان، وغادي يتقاس بواحد الرصاصة في الرجل ديالو اليمنى، غادي يطيح. منين غادي يطيح غادي يجي واحد جوج جنود فرنسيين اللي غادي يحاولوا باش يساعدوه باش يجروه، غادي حتى هما يطيحوا، غادي يموتوا امامه. ف هو غادي يحاول باش يحبو على الايادي ديالو، غادي يحفر الارض
غادي يخبع الكناش ديالو، الكناش اللي كان داير فيه لي كروكي ديال الامكنه فين كانوا متواجدين. فغادي يسخف، ومني غادي يفيق غادي يلقى راسو ان تلاح فوق واحد الدبابه المانيا، وغادي يكون مسجون. غادي يفيق بالساق ديالو بدون ساق، وغادي يبقى في السجن في المانيا واحد مجموعه ديال الاشهر، كان خمسة ولا ستة ديال مدة ديال خمسة ولا ستة ديال الشهور، حتى غادي يوقع تبادل ما بين الأسرى الألمانيين والأسرى الفرنسيين. تما غادي يكون إمكانية بالنسبة لسي بكاي باش يكون رجوع المستشفى في فرنسا، ومن بعد الرجوع للدار البيضاء. إذن نتقدموا شي شوية الأستاذة نعيمة الهبيل، الوقت كيضغط علينا. طبعا غادي يرجع سي البكاي الهبيل المغرب طبعا بعد الاستشفاء وكذا، والمرحلة غادي تعين قيد في المرحلة الأولى في المنطقة الشرقية، ثم فيما بعد غادي تعين باشا في مدينة صفرو. مع بداية الخمسينات غادي تبدا الأزمة المغربية. طبعا الموقف ديال محمد الخامس إلى جانب الحركة الوطنية والقوى الاستعمارية طبعا وبعض العملاء ديالها في المغرب اللي كانوا في الاتجاه المضاد. في الكتاب طبعا كتشرحي أن القلاوي حاول يستعمل السي البكاي لجانبه، لكن السي البكاي منذ البداية كان عنده موقف وطني، كان إلى جانب محمد الخامس، وكيشوف أن وين العلاقة بفرنسا نعم، ولكن خص استقلال المغرب. إذن إلى يمكن نقفزوا نوصلوا لهذه المرحلة، كيف بدأت علاقة السي البكاي بمحمد الخامس؟ كنظن أول مرة رسمية فين غادي تلقى السلطان سيدي محمد بن يوسف مني غادي يكون التعيين ديالو كباشا في صفرو في 1944، غادي يكون لقاء رسمي التنصيب ديالو كباشا. المعلومات اللي عندنا والوثائق اللي عندنا رسمية هي ربما غادي تلقى واحد المرة الثانية، لأن كان وقع واحد الفيضان في صفرو والسلطان كان جا باش لصفرو. فرسميا كاين بالنسبه للمعلومات اللي بالنسبه للبوليس السري الشرطه السريه ديال الحمايه اللي كتقول ان كتشهد ان في 52 السي البكاي كان غادي يكون عنده لقاء مع السلطان، وغادي تكون عنده اول ميسيون مهمه اللي باش يمشي لفرنسا، يمشي لباريس اللي يتلاقى مع مسؤولين فرنسيين باش يحاول ما امكن ان يوضح لهم الخطورة ديال الأزمة في المغرب. دونك غادي تكون هاد المهمة الأولى في 52، غادي يرجع، ومن بعد 52 كما شرتي لها غادي تكون الوثيقة ديال في 51. القلاوي كانت البداية ديالو ديال أنه بدا كيتحرك، وكيسبقتي شرتي لها تصل بالسي البكاي، والسي البكاي رفض باش يمشي في هاد الاتجاه. وفي ماي 1953 القلاوي غادي يهيئ الوثيقه ديالو، والسي البكاي غادي يكون هو من ضمن الاقليه
كانوا ربعه ديال البشوات اللي رسميا رفضوا انهم يوقعوا هاد العريضه. فغادي يكون لاول مره بشكل علني موقف ديال السي البكاي ضد القلاوي وضد التصرفات ديال الحمايه. ففي غادي نلاحظوا حسب التقريرات ديال الشرطه السريه ديال الحمايه ان في يوليو 1953 غادي يكونوا ثلاثه ديال اللقاءات ما بين السي البكاي والقصر والسلطان سيدي محمد بن يوسف وبتوصيت ديال الامير مولاي حسن. فسي البكاي غادي يمشي في 25 يوليو لباريس لمهمه ثانيه اللي غادي يمشي في 25 يوليو وثلاثه او ثلاث ايام او اربع ايام بعد غادي يضطر ان غادي يتمكن باش يتلاقى هو مع واحد جوج ديال الاشخاص فرنسيين اللي كانوا اقارب قريبين ليلو فرنسي اللي كان سميتو اللي كان عايش في المغرب اللي كان رجل اعمال غيتزير وواحد لو ديبوتي نائب فرنسي اللي كان بحال سي البكاي بطل ديال الحرب العالميه الثانيه. فمن بعد ربع ايام تمكنوا باش يتلاقاو برئيس الجمهوريه ديال فرنسا فانسون اوريول. من بعد غادي يتلاقاو مع رئيس الحكومه. من بعد غادي يمشيو للبرلمان وغادي يفهموا ان الاعلى هرم سياسي فرنسي حتى البرلمان الازمه المغربيه بالنسبه لهم ما عندهاش ماشي اولويه. فغادي يضطر باش يدير ندوه صحفيه لإعلان الخطورة ديال الأزمة في ذاك الوقت ما بين فرنسا والمغرب. ومنين غادي يتم إقالة السلطان سيدي محمد بن يوسف سي البكاي كان مازال في باريس. طبعا خلال بعد نفي محمد الخامس سي البكاي الهبيل غادي يلعب دور كبير في باريس في الأوساط طبعا السياسية. طبعا معتمد على واحد القضيه هو انه ضابط سابق في الجيش الفرنسي وانه شارك في الدفاع على فرنسا وانه فقد الساق ديالو في هذه الحرب. طبعا هذا كان كيعطيه واحد المكانه وخاصه لدى الاوساط الليبراليه اللي كانت تتفهم او مناصره القضيه المغربيه. طبعا لعب دور كبير في هذه القضيه. فيما بعد غادي يبدا ينسق مع عدد من القادة الوطنيين اللي التحقوا فيما بعد تحديدا مع عبد الرحيم بو عبيد. إلا يمكن تقربينا من هذا الدور هذا اللي لعب واللي غادي يقود في النهاية طبعا لعودة المغفور له محمد الخامس. تماما ان السي البكاي غادي بعد المنفى ديال السلطان سيدي محمد بن يوسف غادي حتى هو غادي يكون في باريس في منفى اختياري. فغادي يبقى تقريبا نفس المده ولكن منفى اختياري لان غادي الاقاله ديال السيدي محمد بن يوسف كانت في 23 غشت 20 غشت في 20 غشت اسمح لي 20 غشت. السي البكاي غادي يقدم الاستقاله ديالو 21 غشت بالمنصب ديالو كباشا. فغادي يستقر في باريس والدور ديالو غادي يكون غادي يبنيه يوم بعد يوم. والمكانه ديالو غادي تكون والموقع ديالو غادي يكون موقع اللي هو ربما فريد من نوعه
لان نظرا ان كان بطل الحرب ديال الحرب العالمية الثانية، الجيش الفرنسي والدولة الفرنسية كانت عطات له 4 ديال الميداليات اعترافا بالنسبة لها الدور ديالو، نظرا ان كانت عنده ثقافة فرنسية وكان عنده علاقات كثيرة مع الفرنسيين، فهذاك اعطاه واحد المكانة بالنسبة للطرف الفرنسي. بالنسبة للطرف المغربي بكونه أنه وقف في جانب السلطان سيدي محمد بن يوسف ضد القلاوي، فغادي يتمكن باش يكون هو لو تري دونيون، صلة الوصل، صلة ديال الوصل ما بين الأطراف كلها. هذا غادي يمكن طبعا في فيما بعد في المفاوضات على استقلال المغرب، وهذا أن الدور ديالو يكون أيضا حاضر. صحيح، ولا سيما أن كان عنده واحد الموقف ديال متميز، لأن كان كيلح باستمرار أن الوفاء ديالو بالنسبة للمغرب وبالنسبة للسلطان، وفي نفس الوقت كان كيلح على القرابة اللي عنده مع الثقافة الفرنسية، فكان باستمرار كيقول وكيكتب وكيصرح أحب فرنسا وأحب المغرب. فهذا الموقف ديالو اللي بالنسبة لي كان موقف غريب، لأن في ذاك الوقت أنا ذاك في الأوج ديال الأزمة ما بين فرنسا والمغرب، في الأوج ديال تفكيك ديال الحماية، دونك في أنا ذاك أواخر ديال الخمسينات وفي الستينات في تفكيك ديال الاستعمار في المغرب وفي خارج المغرب، المواقف كانت حادة اللي ضد الاستعمار، اللي مستعمر ما يمكنلوش تكون عنده علاقة عن قرب مع المستعمر. فالسي البكاي هو كان من الأقلية اللي كانت كتلح على هذه المسألة، أن استعمال العقلانية، أن ما كيمكنلكش ترفض بلاد وشعب كليا، لأن المفروض على الشخص أن يميز ما بين الأعداء ديالو وما بين الناس اللي مؤيدين القضايا ديال المغرب. فهو كان داك الناس اللي تمكن على هذا التمييز، ومخي منين في الفتره ديالو ديال المنفى غادي يشتغل مع مجموعه ديال الفرنسيين، اشهرهم هو فرانسوا مورياك لو بري نوبل، منهم كان الاب ديال اوبر فيدرين، بيير فيدرين. فكانوا مجموعه ديال الفرنسيين اللي ساعدوه بالنسبه لهذه المساله، وفهاد الموقف اللي كان موقف متميز خلاه ان مثلا سي بوعبيد غادي يكتب في الشهادات ديالو ان في اللقاءات اللي كانت كتتم ما بين الوطنيين الحزب الاستقلال الى اخره، ومني كان كاتب ان مني كان كيحضر سي البكاي الوجود ديال سي البكاي فقط كان كيهدل الاجواء، وكان استعمل هذه الكلمه بالفرنسيه ديزارمي نو زادفيرسير. فكنظن ان هذا الدور ديالو ديال التمييز ما بين الأعداء وما بين المؤيدين غادي استعملوه هو كمفتاح. طبعا لأنه كانوا فرنسيين أحرار أيضا، هنايا كانوا الفرنسيين الأحرار اللي دعموا هنايا الاستقلال ديال المغرب، وفيهم اللي خلص الثمن هنايا من طرف مواجهة العتاة الاستعماريين. وأيضا فرنسا كيف تكلمتي على مورياك أو غيره اللي ايضا كانوا مناصرين للقضيه، وبالتالي موقف سي البكاي لربما كيلقى عنده المبرر ديالو، ان كاين فرنسا استعماريه
وكاين فرنسا طبعا اللي منحاز الحق والكذا. نعم، اذا نحاول نختم الاستاذه نبيله النعيمه الهبيل. اذا غادي تجري المفاوضات وغادي يرجع الملك وغادي يرجع السي البكاي، ماذا سيحدث؟ غادي يرجع وغادي يتم تعيين ديالو كرئيس اول للحكومه، وغادي تعطلو الشرف والامتياز ان غادي يكون هو اللي غادي يوقع في مع فرنسا في 1955 الوثيقه ديال الاستقلال ديال 1956 اسمح لي 1956 الوثيقه ديال الاستقلال مع المغرب ومن بعد مع اسبانيا. نعيمه البكاي الهبيل، شنو تذكرين عن السي البكاي؟ منين توفى كان عندي 7 سنين. الذكريات ديالي هي ان كان رجل طويل القامه انيق ورجل كيتكلم بهدوء بهدوء وواحد تبسيمه واحد ف الذكريات ديالي بالنسبه مع السي البكاي قليله، لان منين مشى المنفى كان عندي كنت يلا خلقت كان عندي قلب عام، منين غادي يرجع من المنفى غادي يكون عنده مهمات وزير اول وزير اول، ف ومن بعد غادي يتوفى. ف بالنسبه توفى في 1961 61 تماما تماما توفى تقريبا 40 يوم بعد الوفاء ديال محمد الخامس الله يرحمه. شكرا جزيلا الأستاذة نعيمة الهبيل، طبعا هذا الحوار قدمتي فيه بعض الإضاءات على شخصية السي البكاي، كيف قلنا أول وزير أول في المغرب المستقل، لكن هذا لا يغني على قراءة الكتاب، الكتاب اللي أصدرتيه بالعربية وبالفرنسية، من هو السي البكاي؟ كي السي البكاي؟ شكرا جزيلا. شكرا سي مسيري، شكرا استضافة.